فنرجع على هذا الأمر. نعم. هذا الأمر الحقيقة لما صدر بريمر كان عنده مستشارين عراقيين. نعم. وكان يعتمد على المستشار الأجنبي يعني العراقي المقيم خارج العراق. هذه مو بس بأوامر بريمر ظهرت، لا حتى في كتابة الدستور. نعم. عندهم ردة فعل اتجاه هذه المواد حصرا اللي هي تتعلق برئيس الجمهورية، لأن أكثر اللي كانوا يغيبون يعدمون آنذاك كان بجريمة جاهزة، سب رئيس الجمهورية، سب الحزب، سب كذا مدري إيش. فكان جل تفكيرهم على هذه، باعتبار بقية الأمور أمور جنائية بها حماية للمجتمع، يعني مثلا جرائم القتل، جرائم القذف والسب، جرائم الكذا، هذه يقول لك تعتمد على الأشخاص، تمس الأسر. يعني احنا نتحدث عن القوانين اللي هي اللي ما أزيلت، يعني ما أزيلت. هو بريمر هذا حتى الأمر اللي صدره بتعطيل هاي المواد ما نعم. ليش تقول ليش ما عطل كل النصوص الأخرى؟ نعم. لأن النصوص الأخرى مطلوبة لحماية المجتمع، يعني القضاء القتل موجود بالعقوبات، لكنه المواد اللي عطلها هذه كانت تمس حرية التعبير. فالمستشارين اللي حواليه قالوا له هذه كلش مهمة، وهم عندهم تصور عن هذا الموضوع، لذلك عطلها. لكن بعد ذلك ترى دكتور اياد علاوي رجعها بأمر التشريع، رجع العمل بها حتى عقوبة الإعدام. اي ايضا كانت معلقة، دكتور اياد علاوي رجع العمل بها. كان في وقت تعلقه محاسبة الفاسدين اللي بدون موافقة لازم مباشرة، ايضا امر صدر. طيب هسه